إخوان السلام عليكم، أنا في طريقي إلى مدينة فاس، غادي لفاس إن شاء الله، غادي للمستشفى الجامعي ديال فاس، غادي نكذب تما، وأنا غادي في الطريق يجيني واحد الفكرة. حنا بما أننا كنشدوا الطريق، حنا طبيعة الخدمة ديالنا دائما في الطرقان، يمكن تكون لوطوروت ولا الوطنية ولا السيار. المهم جاتني فكرة أنني نتكلم على واحد الظاهرة ونبارطاجها معكم. الظاهرة هي بعض السلوكات ديال بعض السائقين، شي شوافر الله يهديهم في الطرقان. فمثلا انا عندي السرعه المعتاده اللي كنسوق بها في لوطوروت هي 110 115، هذه هي الطريقه باش كنسوق من زمان. وملي كنبغي ندوبل كنقدر نوصل 120، ما كاين حتى مشكل. فمثلا كنتم غادي بحال دابا ديال لوطوروت ديال فاس فيها دو فوا، غادي على اليمين ديالي كيبان لي واحد الكاميو ولا واحد الرومورك، غادي ندوبلو. كيكون قدامه مثلا يقدر يكون واحد الكاميو اخر غادي بنفس السرعه، غادي ندوبلهم. فكنشوف المرايا ما جات حتى شي حد، كندير السينيال ديالي، كندخل الكولوار ديالي، الامور عاديه. كنت مغادي غادي انا بديت كندوبل، يعني تونكاجي دخلت. واحد الوقت كتبان لي واحد السياره جايه بواحد السرعه فائقه وبعيده مني بواحد 800 متر على الاقل ولا كيلومتر، وكدير لي الضوء، يعني لا ما تدخلش رانا جاي، هو راه جاي واحد 140 ولا 160. انا كنزيد في السرعه ديالي باش نضوبل كنوصل 120، يعني هي الاقصى السرعه اللي كنا في لوطوروت، وانا غادي قانوني. واحد الوقت السيد كان بعيد مني حتى كيولي لاصق ليا حدا، يعني بيناتنا واحد 2 متر، طريقه ديال الاستفزاز. وكيزيد من غير بالاضافه للضو كيزيد الكلاكسون. اما الا كان في الليل الضو ديال الكزينو ولا لا ليد راه الله يستر كتعميك. هنا انا كنضوبل، هو كيشير بيدو وكيدير الضو وكيكلاكسوني. ملي كنفوت الكاميو الاول كيبان لي الكاميو الثاني حداه واحد المسافه ديال 40 متر، وانا بالنسبه لي ماشي ديال الامان باش ندخل، وما ندخلش لان غادي 120 هو اللي جاي ماشي قانوني. غادي ندوبل الثاني كيبدا يكلاكسوني، يعني دخل ما بين الكاميوات بجوج وخليني ندوز. لا انت ما عندكش الحق خليني ندوز انا. واحد السلوك يعني بصراحه مستفز، هاد الناس هادو انا كنكرههم. علاش؟ لان داك السلوك يقدر يتسبب في حادثه سير مميزه. تصور ان واحد ما عندوش الخبره والتجربه ويلا كيخرج غادي يصوب، هذاك راه يقدر يخليه يرتابك يدخل ما بين جوج كاميوات ويقدر يوقع عليه مشكل ويتسبب في حادثه سير مميزه. علاش؟ حيت هو متهور، واحد الايغو ديالو وديك لا انا راه حنا دوزيام فوا والدوبلاج ديالنا حنا، كيكون عنده الطوموبيله شويه عاليه وعاجباه وهو. ف ملي كندوبل وكندير ليه من المرايا راه حنا كندوبلو غادي سالي وغادي نخوي لك الطريق. كيشير زعما هو راه طوموبيله عاديه، راه ما اومبيلونس ما يعني ما بومبيه ما رجال المطافي ما سياره الاسعاف. ملي انا كندوبل كنبغي نشد الكولوار ديالي، عاده كنبغي نشوف هذا السيد هذا، كنبغي نشوف غير باش نبين ليه بان هذيك الشوفه ديال لا حول ولا قوه الا بالله. ملي كيضوبلني كيتقابل معايا كندير فيها غير ديك ديال لا حول، يعني اقل الايمان هذا السيد خصني. وما بقيتش واحد الوقت كنت كنتشاير مع بيدي ونقدروا نوصل المشكل، ونبداو وكان الباربريز عندي كيعمر كله كشاكش وكتولي منيرفي في السوقان وانت تابعك الخدمه. ما بقيتش وليت حسنت السلوك ديالي، السلوك ديالي ديال من هذه الناحيه ولات شويه لو سون فروا كنقول. ولكن ملي كيدوز ضوبني كنشوف فيه كنلقى حتى هو غادي يشوفني، انا كنشوف فيه لا حول ولا قوه الا بالله. هو كيدير فيه واحد الشوفه ديال غالبا كتكون الطوموبيل عنده عليه، كيدير فيه ديك وزعما ديك على بشار تخوي الطريق جاي مزاحمين معانا في لوطوروت بهذا الاسلوب. وكندير فيه انا ديك اللعبه ديال زعما راه كيمشي بحال هادي، لا ما دارش شي اشاره، ما راه يقدر يجي يدير لك ديك الاشاره ديال كدير في الافلام ولا يدير لك شي. وملي كتمشي كتبغي تاخذ واحد القهوه في شي ايردوروبو في لوطوروت كتلقى جالس كيشرب قهوه، كتشوف الطوموبيله ديالو داكشي كله وجالس. وهاد السلوكات راه غير مقبوله، غير حضاريه، غير اخلاقيه، غير انسانيه، وماليها راه ما مزيانش لا قدر الله، هذا ما تناسبو، ما يكون جارك، ما تشارك معاه في خدمه، حيت هذا السلوك راه هكا كيفونكسيونيو. اللي عندهم هذا السلوك راه ماشي ديال الطرقان،
اللي كيدير بحق وهذا باش كيتدرع باش غير بالقانون، القانون تنزل عليه ولا توقع عليه شي حادثه الله يستر ولا يتسبب في حادثه اخرى ربما يبدل السلوك، ولكن الناس كيخدموا بحاقده. الله يهديهم والله يهدينا تعالى وفيقنا بعيبنا. الى اللقاء.